السلام عليكم. النهاردة يعني جالنا حمام ميت كان متربي عند واحد في أوضة على السطوح، زي ما شايفين اهوت الحمام الكبير عمال يموت، فاضطرينا نفتح الحمام دهوت علشان نعرف ايه سبب الموت، وخصوصا كمان ان الحمام ما عادش بيأكل زغليله، فبالتالي الزغاليل بتموت هي كمان زي ما انتم شايفين اهوت. فالحمامة الاولى دهيت لما فتحتها الرئة بتاعتها بايظة مسودة من جوه خالص. طبعا الاتنين فيهم اعراض ظاهرية، ان المناخير زي ما انتم شايفين اهيت منزلة مية وما كانش فيه اسهال ولا حاجة. فلما فتحنا الرئة بتاعت الحمامة دهيت، بنحاول اهوت نوريها لحضراتكم، بايظة خالص مسودة خالص اهيت وفيها تجبنات جوه، وكمان الكبد برضو عليه زي ارتشاحات كده، ويعني مش لونه اللي هو اللون الورد الجميل، ومغمق من تحت اهوت في سمارة اهوت، والكبد او الكبد مشترك في يعني بوظانه او تلفه في الحمامتين، برضو نفس القصة اهوت، الكبد بايظ خالص اهوت مسمر اهوت، ويعني درجة بوظان الرئة في الحمامة التانية دهيت مش بالدرجة الأولانية دهيت، ولكن الكبد في كلا الحالتين بايظ، والرئة في الحمامة دهيت متأثرة أكتر ب يعني التهاب رئوي. الحمامة دي طبعا ده هو الذكر وخصيتينه أهيت، وديت نتاية حتى كان فيها بيض يعني بس. فان شاء الله هننزل يعني للمربي ده هوت مضاد حيوي حاجة تنفسي ان شاء الله، وهننزل له مضاد سموم علشان السموم والكبد ده هوت لون الكبد الطبيعي بيبقى لونه يعني وردي كده، وردي محمر كده، مش اللون اللي احنا شايفينه المسود ده هوت وشكله مش كويس. فان شاء الله هننزل مضاد حيوي، مضادين حيويين، هننزل اموكسيلين مثلا وإيريسرو ان شاء الله، يعني حاجة 20% تشتغل على التنفس، و حاجة تشتغل معوي اموكسيلين مع اي مضاد حيوي يكون 20%. هننزل جرام لجرام 12 ساعة، وهننزل في الحاجات التانية فيتامين الف دال 3 ه، ومضاد سموم علشان الكبد اللي بايظ دهوت، وكمان هنحاول ان احنا طبعا سبب المشاكل دهيت ان هو اشترى، لما سألته قال ان هو اشترى حمام ودخله على الحمام اللي عنده على طول، فطبعا ده يا جماعة خطأ، لابد ان احنا نجيب حمام من مصدر موثوق منه، وكمان نحط الحمام في مكان غير الحمام اللي عندنا علشان العدوى وعلشان الامراض ما تنتقلش من الحمام اللي انا شاريه للحمام اللي موجود عندي. وكمان احنا في جو شتاء والجو متقلب، فما ينفعش ان احنا يوم يكون مشمس نطير او نسيب الحمام او نفتح الشبابيك، علشان كل ديت امور بتؤدي الى مشاكل، ولكن مش بنحس بيها غير بعد فترة. زي ما شايفين اهوت يعني المشروع بتاع الحمام بدأ يبوظ بسبب الاهمال، بعد كده شراء الحمام زي ما قلنا لحضراتكم، وهو زغليل ماتت اهيت، وبيقول لي ان هو رمى حمام تاني، والحمام الكبير اهوت برضه بيموت بسبب المشاكل اللي احنا عرضناها على حضراتكم. ان شاء الله متواصلين مع حضراتكم في اي شيء او كل ما هو جديد، وشكرا لحضراتكم.